أول شيء أمسي عليكم بالخير ومسي الخير على مشاهدينكم الكرام. أنا أعتقد هذا الشيء متوقع، وكان تون زيادة الرقابة أو السلطة الرقابية باستخدام أدواتها بنهاية دور الانعقاد، إلا ارتاء أغلبية أعضاء مجلس أن تعطى السلطة التنفيذية ممثلة في بعض الوزراء في الحكومة وقت كافي، وهي أثناء فترة إجازة المجلس وانتهاء دور الانعقاد، بكي يكون أن هذه الفرصة تنعكس بشكل إيجابي وامتداد لمرحلة التعاون، علما بأن سنتين طافوا وهي فترة كافية لتقييم أداء كثير من الوزراء داخل الحكومة، وأن كان هناك بعض بالفترة السابقة تلويح في استخدام هذه الأدوات وتقديم الكثير من الأسئلة لبعض الوزراء، إلا أن طبعا مع الأسف الظروف الإقليمية وكذلك انعكاسها على الوضع الأمن الداخلي كان هناك دعم بأن تؤجل كثير من هذه الاستجوابات إلى دور الانعقاد الحالي. لذلك رسالة واضحة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بأن هذه الحكومة بشكلها الحالي لن تكون قادرة على القيام بمسؤولياتها السياسية المناطة بها، وهناك طبعا عدد كثير يعني يكاد يكون أكثر من 6 أو 7 وزراء على طبعا أجندة المساءلة السياسية، وهذه طبعا هو دستوريا وهو حق للنائب باستخدام هذه الأدوات ما لم طبعا يرتئي سمو رئيس مجلس الوزراء بتعديلات قبل دخول دور الانعقاد القادم إن شاء الله. أستاذ جمال، يعني دعنا نتحدث عن هذه الاستجوابات، بجملة الاستجوابات التي أعلن عنها، هل انفرط عقد التعاون بين السلطتين وهل دخل في نفق التأزيم إلى غير رجعة؟ تفضل. لا بالعكس، أنا أعتقد أن الفترة السابقة طغى الجانب التشريعي على الجانب الرقابي، وارتأى أغلبية مجلس الأمة أن تعطى الحكومة فرصة أخرى بحيث طبعا تأخذ وقتها الكافي وتستثمر هذه الفترة السابقة بتعديل أوضاعها، إلى أن طبعا مع الأسف الفترة السابقة ل4 شهور أصبح هناك مزيد من التجاوزات من بعض الوزراء، وبعض الوزراء كان فعلا غير مبالي وأدائه يعني بدأ يتراجع. لذلك هنا دور مجلس أمة وأعضاء مجلس أمة بتصحيح هذا الوضع من خلال أدوات دستورية كسلطة رقابية. طيب بوجهة نظرك، هل تستدعي المرحلة المقبلة إجراء تعديل وزاري، وهل تتوقع ذلك؟ هو أنا أعتقد التعديل الوزاري متأخر، يعني كان يجب أن يكون بالفترة السابقة، إلا أن طبعا امتداد لهذه الفترة هناك خيارين، وأنا أعتقد سيناريو أن الحكومة تدخل في هؤلاء الوزراء سوف يواجهون بالاستجوابات، وأنا أعتقد هناك الكثير من الوزراء على يعني على جدول أعمال كثير من النواب من خلال تقديم الاستجوابات، وأنا أعتقد هناك من الوزراء سوف يستبعد بعد تقديم طرح الثقة بهؤلاء الوزراء، إلا أن هناك خيار آخر لرئيس الحكومة بأن يتم تعديل على الوزراء قبل أن يدخل دور الانعقاد. نعم. لكن المرجح أنه سوف يتم نفس سيناريو في دور الانعقاد الأول بأن يدخل سمو رئيس مجلس في حكومته والوزراء طبعا. نعم. يسائلون سياسيا ومن ثم يكون هناك تعديل حكومي. طيب نعود إلى أزمة الاستجوابات في ظلها، هل يعني ذلك أن المجلس اتجه إلى رقابة على حساب التشريع؟ والله شوفي، انا اختلف وياك ان ازمه الاستجوابات، يعني انا مستغرب ان انا اعتقد ان المجلس تجاوز عن الحكومه باستخدام ادواته الدستوريه وطقى الجانب التشريعي على الجانب الرقابي، وهو الشيء الطبيعي ان يكون هناك جانب رقابي، خاصه ان هناك الخلل كثير من الخلل والملاحظات على بعض الوزراء والتجاوزات والتي طالت حتى على مستوى الاحكام القضائيه، إلا أن هذه طبعا الحالة السياسية تستوجب أن يتخذ قرار. أنا أعتقد من الممكن أن يكون هناك حرج سياسي لبعض الكتل السياسية التي تعاونت مع سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال الحكومة أن يستبعد بعض الوزراء، وهنا دور طبعا أعضاء مجلس الأمة باستبعاد بعض الوزراء سياسيا من خلال أدواتهم الدستورية. إذن النائب جمال العمر، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك.